وفي سياق آخر، كشفت مديرة العلاقات العامة بالشركة إيريس عن توظيف 1600 عامل بمصنع إيريس للعجلات مع نهاية السنة، مؤكدة أن استراتيجية المصنع تقوم على إنتاج خلال 2 مليون عجلة في أول سنة لترتفع إلى 4.5 مليون في العام الثاني، ثم تصنيع عجلات الوزن الثقيل في العام الثالث. التغطية كانت لأحمد رشدي. إطارات المطاطية بدينا التسويق نتاعها في 6 شهور الأخيرة نتاع شهر العام 2019. التسويق البروجي اون الما ميل دات دو 5 ans، 5 سنين دو جهود، 5 سنين دو ايفور باش قدرنا نبداو التسويق نتاع هاد العجلات المطاطيه. بدينا حنا عندنا لي بريفيزيون ان شاء الله من 2020 اون بريفا دومبلوي بلوس دو 1600 امبلوي ان شاء الله. وعندنا نهضروا على لا كادونس دو برودكسيون، عندنا في العام الاول عندنا 2 مليون دو بنو ان شاء الله، العام الثاني حنرجعوا 4 مليون 500 بنو باغ اون، وان شاء الله في العام الثالث حنرجعوا نصنعوا البنو العجله المطاطيه لورد، دونك يكون عندها كاباسيتي دو 400 ميل بنو باغ اون.